ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري سبيشال رمضان. هكذا حدثنا هرقدشت. حدثني امرؤ الفيسي قال مالك بالطويلة يا أبو شريك؟ كان صاحبك صوت الحقيقة منزل صورة امرأة فاضلة على حد قوله ومعرف عليها انه شمعة من شمعات الثورة بالفيسبوك تبعه، وانا بيني وبينك شفتها حلوة كتير، يعني شمعة فعلا. رحت قادحها لايك على كيف كيفك، بس ما علقت وزنت. بس قبل ما احط اللايك قريت البوست اللي كاتبه صوت الحقيقة، بما معناه انه هالشمعة لها نيران بيضاء دافئة على مجتمع الثورة، لم تحرق فراشة حتى، بل أوقدت الحب والوئام في قلوب كل الناس. يا سلام، شو بدك أحسن من هيك وصف يا أبو شريك؟ بس ضرب المخلوقة آية من آيات الجمال الشرقي القتال. فسلخناها هذاك اللايك من يد فيسبوك يا لا تليك لمين من كان، وقلنا لحالنا أنه هلأ رح تشوف مين هاد اللي حاطت لايك. حاكم الأخ عامل له تاج وشي كاتب لما أجملك سيدتي خلقا وخلقا، وشي كاتب سبحانك يا رب على هذا الإبداع، وهي ما عم بترد على التعليقات لأنه ما بترد على التعليقات اللي بتجي مع التاجات. يعني الأخ فاتح مناح التطبيق جايب معه كل عشاق الكرة الأرضية ليحطوا له التعليقات تحت شعار بتصيب معه الطينة حلال عليه. قلت لحالي اسلخة تعليق يطلعها من لقلقة ونفاق التاج ولا اكتفي بلايك؟ ذلك هو السؤال، واكتفينا بلايك. حلو الوزن في بعض الأحيان. وكبسنا على اسم المكتوب بالأزرق بالتاج وفتنا صفحته يا أبو شريك مشان ناخد فكرة عن طريقة عمل هالشمعة في المجتمع مشان نقتدي فيها، وبطريقنا بنشوف إشعاعات الجمالية سيلفي وعادي وفوري، هي ورفقات البنات والشباب عالم كله محبة وسعادة وإنسانية، ولسه صور العائلية السعيدة المتحضرة بجانب لقطات من البطولة والفداء كأن تمد رأسها من خلال طفلين عايفين التنكة في إحدى المخيمات، أو صورة لها في بيتها الأوروبي وهي ترفع لافتة تلال القدس والدهان عم يشرشر منها على أرضية الصالون، وسيلفي وما حدا خلفي وحدي في خضم هذا النهار الدامي، بس حاطة جرايد تحت اللوحة لا تخاف ما رح تتلوث الأرضية باللون الأحمر، أطهر الألوان على حد قول شاعر شيوعي قديم. لكن الصاعقة يا أبو شريك مو هون، لا، طلعت الأخت سالخة بوست نادفة في ريش صديقي الفيسبوكي سوري حر هيك باسمه الصريح، ايه بدون لف أو دوران. فتت بالحيط يا أبو شريك وصرت بدي اسحب اللايك قبل ما نشوفه هداك، وتعب ألاقي الصورة بصفحتها. طلعت موضوع قديم، حدا ناكشه بلايك وتعليق بصفحة صديقي صوت الحقيقة، وما كانت تلتقى الصورة بصفحتها. طلع فيه قبل شي 50-60 صورة بنكهة التاج الذكوري المثقف الولهان. طلعت منه على صفحة صوت الحقيقة أم لقيته عامل تاجات لقبل لشي 10 شمعات، ولقينا صورة المحروسة أخيرا ومحينا اللايك والألم يعتصر قلوبنا، وحميد ربك ما شافه سوري حر لأنه كان بلحظته ضايع بغابات مقدونيا بعد ما كان على الآن باليونان. هكذا حدثنا هرقدشت. كل عام وانتم بخير. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.